زيارات القبور. قال الزيارات، زيارة القبور تنقسم إلى ثلاثة أقسام: زيارة شرعية وزيارة بدعية وزيارة شركية. كم؟ ثلاثة. الزيارة الشرعية لابد فيها من شروط. الأول أن ينوي، والنية محل القلب، أن ينوي بهذه الزيارة تذكر الدار الآخرة، تذكر الموت، أن أنت مع الدنيا مع نقود والسيارات ومع الدنيا قد تنسى أن هذه الدنيا دار عمل ليست دار خلود، مفهوم؟ فتزور القبور حتى تذكر الموت، واحد. الثاني ألا يشد إليها الرحل، يعني ما يسافر من المدينة إلى بدر. ليش؟ قال والله أبغى أشوف شهداء بدر، ما يجوز شد الرحل والسفر. تمام. ثالث أن لا يأتي بما يخالف الشرع، كان يطأ القبور مثلا برجليه ويجلس عليها. الرابع إن نوى بهذه الزيارة الدعاء له وللأموات أصبحت زيارة شرعية. إن نوى بهذه الزيارة الدعاء له وللأموات خاصة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لحينا وميتنا مثلا، فهذه الزيارة شرعية. وإن نوى بهذه الزيارة دعاء الأموات من دون الله سبحانه وتعالى زيارة شركية، بل هي الشرك الأكبر، مفهوم؟ وإن نوى بهذه الزيارة دعاء الله لكن عند الأموات، لأنه مكان إيش؟ مبارك للدعاء أو قراءة القرآن أو الدروس أو المحاضرات، فهذه زيارة بدعية. يعني يبغى زوجة صالحة، وين راح يدعو زوجة صالحة؟ عند القبور. هذه زيارة بدعية، يدعو الله لكن عند القبور، مفهوم؟ لا نصنع أي عبادة عند القبور، لا قراءة قرآن ولا صلاة ولا خطب ولا غيره، إلا فقط الزيارة الشرعية بشروطها ذكر. تمام. قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا. العيد يأتينا كم مرة في السنة؟ مرة واحدة، عيد الفطر، ومرة واحدة عيد الأضحى. يعني لو خصص زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كل جمعة، كل سبت، كل شهر، كل سنة، فقد جعله إيش؟ عيد، لأنه يعاد ويتكرر. وهذا نقول عيادة من؟ المريض. لماذا؟ لأنه تعود وتكرر عليه زيارة، لازم، مفهوم؟ لكن الزيارة بشروطها، مو هكذا تزور المريض كل يوم تبقى عنده، لا، أو في وقت تتناول الدواء ويأتي أهله، لا، مفهوم؟ عنده كورونا مثلا تتصل باتصال، ليس دائما، يعني زيارة المريض لها شروط، مفهوم؟ تمام. ليس وقتها الآن. عيادة المريض يعاد وتكرر، هذا قال لا تجعلوا قبري عيدا، يعني يعاد وتكرر. طيب، نصلي عليك من أي؟ نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم من أي مكان. ولهذا بعض أهل البيت كان ينهى، قال: ما أنت ومن بالشام إلا سواء، يعني في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تتكلف الإتيان إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا نجعله إيش؟ عيد. تمام. قال: ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. كيف لا تجعلوا بيوتكم قبورا؟ قال أنه متقرر عند الصحابة رضوان الله عليهم، متقرر مستقر، يعني ما في خلاف، متقرر عند الصحابة أنه لا يصنع عند القبور أي شيء من العبادة. فقال: لا تجعلوا البيوت كالقبور، ليس فيها شيئا من النوافل، من قراءة القرآن، من الخطب، مفهوم؟ ولهذا من السنة أن تجعل مكان في البيت مصلى، بيت، مسجد، يطيب ويطهر وينظف، مفهوم؟ هذا قول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أنه متقرر عندهم أن لا يؤتى عند القبور بشيء من العبادة إلا الزيارة الشرعية بشروطها، مفهوم؟ الثاني مع الأول يصح الجمع بين القول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تدفنوا فيها موتاكم. وين ندفن؟ في المسجد. سبحان الله، ما تتعدى على بيتك تتعدى على بيت من بيوت الله. والله سبحانه وتعالى يقول: وأن المساجد لله. ما يمكن إذا أدخلنا إنسان ودفناه في مسجد، من المتعدي؟ القبر، ننبشه ونخرجه، مفهوم؟
وإذا كان عندنا قبر وبنوا عليه مسجد، من المتعدي الآن؟ المسجد. ماذا نصنع؟ نهدم المسجد، ولا إشكال في هذا، مفهوم؟ أي نعم. طيب، ولا قبر عيد وصلوا علي. كيف تبلغ الصلاة عليه الصلاة والسلام؟ قال إن لله ملائكة سياحين بالأرض يبلغون عن أمتي السلام. يا أخوان، النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت خاف من ماذا؟ أن يجعل القبر عيد، ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان. قال اللهم لا تجعل قبري صنما. ليش ما قال صنما؟ لأن الصنم ما عبد على صورة، والوثن عام في كل ما عبد من دون الله، على صورة وعلى غير صورة. إذن الوثن عام يشمل الصنم وغيره، لهذا قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله، ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان. هل استجاب الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، أو اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى ألا يستجيب؟ يقول ابن القيم رحمه الله نعم استجيب للنبي صلى الله عليه وسلم. لم يسمع في التاريخ، اسمع اترك كلام من يكتب ويتكلم ويصور يوتيوب كذابين، يقول لم يسمع في التاريخ أن أحد سجد فوق تربة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أصلاً لا يرى تراب القبر، بينك وبين القبر 3 جدران، مفهوم؟ وهذا اللي يقول دخلت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بعد الجدران 3، مفهوم؟ ما أحد يدخل. ودعا، هذا يقول ابن القيم، ودعا رحمه الله، ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه وثن الأوثان، فاستجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه 3 الجدران، مفهوم؟ خلاص. وما عندك مشكلة اليوم إلا كذابين حقين اليوتيوب لمن رحم الله. طيب نعم، لماذا دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة؟ يا أخواننا، قطعا عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت حجرة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها داخل المسجد، هذا قطعا، مفهوم؟ أي نعم، خارج المسجد. طيب، قال لأسباب 3. الأول أن كل نبي يموت يقبض، يدفن حيث قبض، مفهوم؟ هذه سنة، سنة في حق من؟ الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. واعلم أن شيخ الإسلام قال لا يعلم قبر نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إلا قبر نبي صلى الله عليه وسلم. أي واحد يقول يوجد أعرف قبر إبراهيم عليه السلام، قبر نوح، قبر كان عليهم الصلاة والسلام، قل والله كذاب، مفهوم؟ هذا ما تشك فيه، مفهوم؟ إلا قبر نبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يعرف بمكان، لكن نعرف مثلا موسى عليه الصلاة والسلام عند الطور، لكن أين؟ ما ندري. واليوم السياحة كل ناس قال والله عندنا قبر فلان وعندنا قبر فلان، مفهوم؟ سياحة فقط، بس قبور أنبياء كذب عليهم الصلاة. رسول خاتم من الصلاة والسلام، تمام. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم خشية كانت منه عليه الصلاة والسلام أن يعبد من دون الله، أخرج مثلا البقيع أو شهداء أحد ممكن يكون القبر إيش ظاهر. الصحابة خشية، عندنا روايتين، خشية أي النبي صلى الله عليه وسلم، خشية أي حصلت من الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا دفنوه في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، مفهوم؟ تمام. إذن الثاني إيش؟ الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، كما حصل في قبر اللات. اللات رجل صالح عكفوا حتى صار من أكبر الأوثان التي تعبد من دون الله. الثالث قلنا مضرة العكوف عند قبر رجل صالح، عند قبر رجل لأجل عمل صالح، عند القبور لأجل عمل صالح. الرابع قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أغلق كل الوصول للشرك.
لقد جاءكم، أي والله لقد جاءكم، ثلاث مؤكدات، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من البشر، ليس من الملائكة عليه السلام ولا من الجن. وفي قراءة من أنفسكم يعني من أشرفكم وأفضلكم. نعم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم أن يشق عليه ما يشق عليكم، حريص عليكم أي على هدايتكم. فهو باذل غاية جهدي في جلب المحبوب، المستفاد من قوله حريص عليكم، وباذل غاية جهدي في دفع المكروه، المستفاد من قوله عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعني بغير المؤمنين ليس رؤوف رحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم. الآية كلها خطاب، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن توليتم، تغير الآن الضمائر، تغيرت، كان خطاب وانتقل. لماذا؟ قال حتى يتنبه القارئ، لأن لو كان الكلام على وتيرة واحدة أحيانا إيش لا تتنبه، مفهوم؟ لذلك أنا الآن في الكلام أحيانا أخفض صوتي وأحيانا إيش أرفع عشان يستيقظ هذا، مفهوم؟ نعم. فالضمائر إذا تتغير وأنت تقرأ القرآن تتنبه. شوف الآن يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك أعبد، ها في الفاتحة يقول إياك أعبد، إيش نقول؟ المفروض يقول إياك أعبد أنا، صح؟ يقول الحمد لله، هو يحمد الله، الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. ماذا؟ قال حتى تعلم أن العبادة لابد من اجتماع عليها، لكن على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. الإمام عندما يقول إياك نعبد صدق، صح؟ أي نعم. وإذا نجتمع على عبادة رب واحد سبحانه وتعالى ولا نشرك به شيئا. طيب، فقال تنبيه واحد حتى يتنبه القارئ، الثاني أنه ما يمكن هذا يقول أدب، وكل ما في الكتاب والسنة يعني لا يمكن أن نجد آية واحدة فيها ذكر ما يستقبح ذكره، ما يمكن، ولا يمكن أن يوصف أهل الإيمان بهذا. قال فإن تولوا، ما قال فإن توليتم، مفهوم الشيخ؟ هذا يعني أسلوب، يعني لابد إخواننا أننا نعرف، يعني إيش أقول لكم، اللغة العربية، ويعني هذه الدلالات في الكتاب والسنة. الحجاج وهو على فراش الموت يقول اللهم اغفر لي فإنهم يزعمون أنك لا تفعل. عجيب، هو حجاج طاغي وكذا، يقول فإنهم يزعمون أنك لا تفعل، المفروض يقول فإنهم يزعمون أنك لا تغفر للحجاج، صح؟ يعيد الكلام على نفسه، ما يستطيع أن يعيد الكلام على نفسه، مفهوم؟ أنك لا تفعل. وسوف يأتي معنا. المهم، كم العشاء؟ من يضبط لنا الوقت اليوم؟ أنت؟ خمس دقائق، الله المستعان. طيب، بهذا أتممنا تقريبا هذا القسم، القسم الرابع. والله أخواننا مهم جدا، لابد نعرف خطر الشرك حتى نحذر منه، حتى لا يقع الشرك، خاصة غلو الصالحين. وبعض الطلاب هدانا الله إياه حاط صورة الشيخ في جيبه يقول أنظر إليها وأحب الشيخ، قل هذه ما هي محبة، ما هي محبة الصالحين. لابد أن نسير في محبة الصالح، سقاك الله من خمر الجنة، قل آمين. نعم، لابد أن نسير في محبة الصالحين على ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين واتباع التابعين. هل كانوا يقومون للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل كانوا يتمسحون به ويقبلون الأيدي والأرجل؟ لا. إذا نسير على ما كان عليه الصالحين، وهذه المحبة الحقيقية في قبور الصالحين كما ترى في البقيع. أخوانا، هذا اللي ترى في البقيع، الدولة السعودية الأولى قامت
كان فيها محمد بن عبد الوهاب مع الإمام محمد بن سعود. كانت البقيع هذه موجود في الصور ترى أخواننا موجود. كانت البقيع وقت جاء الملك عبد العزيز رحمه الله هذا البقيع في الصور كلها قبب قبب ورايات وطواف وكذا. الدولة السعودية الأولى وقت قامت محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مسح القبور ساوى القبور في الجزيرة حتى وصل إلى إلى طهران وصل إلى هناك ساوى القبور. عندما سقطت الدولة السعودية الأولى أعاد بناء القبور، يعني إيش البناء على القبور القبور كذا. قامت الدولة السعودية هدم، قامت الدولة السعودية الثالثة جاء الملك عبد العزيز رحمه الله إلى المدينة، جاء إلى المدينة ووجد البقيع قبب وجمع العلماء. كان العلماء في المدينة هنا أئمة الأربعة موجودين فاجتمعوا بالملك، هم لا يعرفون ماذا يريد الملك ممكن يصنع بهم شيء، فاجتمع بهم وسأل قال أريد أن تذكروا لي حكم بناء القبب على القبور. ما تكلم أحد لا يعرفه هو يريد القبب أو لا يريد. فقام رجل من الشافعية عالم من علماء الشافعية قال أنا أريحك وأريح الجميع بناء القبب على القبور، والبناء على القبور محرم على المذاهب الأربعة. فأمر الملك على الفور رحمه الله أن تسوى القبور على ما تراه الآن إلى يومنا هذا. مفهوم؟ نعم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير.